انطلقت اليوم قمة البحرين الافتراضية للحوسبة السحابية والأمن السبراني المتكامل، والذي تنظمه مؤسسة خبراء رينفوز دبي الإمارات العربية المتحدة بمشاركة عدد من الخبراء الاستراتيجيين والشركات التقنية العالمية، حيث ستركز على جذب قادة العالم في الأمن السبراني المتكامل والحوسبة السحابية للبقاء في صدارة معركة المخاطر وتطوراتها الحديثة بالمعدل الذي لم يسبق له مثيل. هذا وأكد الدكتور جاسم حاجي رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي، أكد أن اختيار مملكة البحرين لانعقاد القمة يؤكد أن المملكة من الدول الرائدة في مجال الأمن السبراني. عقب جائحة كورونا في ازدياد في هجمات السبرانية جميع أنحاء العالم، منهم قطاع المالية والصحية وما غير ذلك، وفي تحديات كثيرة، لذلك طبعا مجموعة رانديفو اختارت البحرين كونها من الدول الرائدة في مجال الأمن السبراني والتطورات التقنية في المنطقة، لكي يجتمعون على مدى يومين الخبراء العالميين من شركات رائدة في تقنيات المعلومات وفي شركات مالية واستثمارية، بحيث رؤساهم رايحين يطرحون الأفكار والتحديات والحلول بالنسبة لهم. نعم. طبعا البحرين تكون أرض صاحبة للتقنيات المستقبلية، وأعتقد راح نطلع بنتائج وتوصيات جيدة في النهاية.